البداية وباسم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وكعضو المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عندنا واحد الملف مطلبي بناء على طلب المؤازرة ديال ساكنة المكانسة بلوك دي الأزقة 4 و5 و6 و8. عندنا هاد المؤازرة اللي قمنا بالعديد من المراسلات متعلقة بالملف المطلبي ديالو واللي كيتعلق بالواد الحار، كيتعلق بالإنارة العمومية، كيتعلق بالمركز الصحي، وخاصة غادي نركزوا على الواد الحار، الواد الحار اللي منعدم تماما، لأن كنشوفوا كيف ما غادي تشوفوا في الصور وفي الفيديوهات ديال الواد الحار أن الواد الحار أصبح يشكل يعني خطرا يعني وشيكا على الساكنة بأطفالها وشيوخها، والناس أصبحت يعني متضررة من الواد الحار، يعني على مستوى أمراض لا التنفسية ولا أمراض العينين ولا أمراض. هنا بصفتي كعضو المكتب التنفيذي الرابطة كنتواجدوا دابا حاليا بتراب مقاطعة عين الشق بالمكانسة اللي هي وسط العاصمة الاقتصادية للمغرب، عيب وعار أننا نشوفوا هذه النقاط السوداء، عيب وعار أننا نشوفوا هذا التهميش وهذا الإقصاء اللي كيطال الساكنة، عيب وعار أننا كنشوفوا المسؤولين المحليين غائبين تماما عن المنطقة، وكنشوفوا كذلك أزقة بالجوار ديالهم أنها مستافدة من الواد الحار، مستافدة من الإصلاحات، وكنشوفوا واحد 4 أزقة هي اللي ما مستافداش، كتعيش الويلات، كتعيش الويلات يوميا، يعني ملي كنقولوا يوميا يعني كنشوفوا الروائح الكريهة اللي كتأثر على الصبيان، على الأطفال، على المرضى، على الشيوخ، وبذلك حنا راسلنا رئيس جماعة الدار البيضاء في الموضوع 10 أكتوبر 2018، وراسلنا كذلك السيد والي جهة الدار البيضاء سطات 10 مارس 2018. ولذلك احنا من هذا المنبر كنوجهوا رسالتنا بصفتنا كحقوقيين مدافعين عن حقوق الإنسان باش يتم تسوية الوضعية ديال هذه المشاكل اللي كتخبط فيها ساكنة دوار المكانسة. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.